هقول لك نصائح مهمة لحفظ المعلومات بسرعة أثناء المذاكرة قبل الامتحانات. أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. يختلف مستوى الذاكرة من شخص لآخر، حيث يمتلك بعض البشر ذاكرة قوية جدا والبعض الآخر يمتلك ذاكرة ضعيفة. وتعتبر الذاكرة واحدة من أهم المهارات، فهي مخزن المعلومات لدى الإنسان التي يحتاجها الطلاب خلال المراحل التعليمية وبالأخص قبل الامتحان. ودلوقتي هقول لك اهم النصائح للاستيعاب السريع وحفظ المعلومات بسرعه. في كثير من الاحيان نشعر اننا نهدر المعلومات التي نعرفها، ولكنها سهله وبديهيه للغايه في كثير من الحالات، خاصه بعد قضاء يوم مشاق وبعد مرور الكثير من المعلومات خلالنا، مثل عندما يشعر الطالب في نهايه اليوم وبعد قضاء وقت في الدراسه انه نسي كل المعلومات المحفوظه. يشعر الان بالارهاق والتعب والنعاس ويريد النوم، لكنه لا يعرف ماذا يفعل. قد يشعر بعذاب الضمير اذا استسلم للنوم اعتقاده أن هذا مضيع للوقت، ويخشى أنه إذا استمر في الدراسة والمراجعة ينام ويتعب الآن أو حتى أثناء فترة الامتحان غدا، فهذا يمنعه من أداء الامتحان جيدا. فماذا يفعل؟ أولا، النوم هو أفضل طريقة لتخزين المعلومات وتقوية الذاكرة. النوم في حد ذاته ضروري للحفاظ على المعرفة وترتيبها في الدماغ، وتوضح الأبحاث السبب. النوم هو جزء أساسي من عملية التعلم. يجد الطلاب الذين لا ينامون بشكل كافي صعوبة في تذكر المعلومات، لذلك من الجيد النوم بعد درس المكثف. يجب عليك النوم مباشرة بعد المذاكرة. يعمل الدماغ بشكل أفضل أثناء ساعات النوم عند حفظ المعلومات مقارنة بساعات اليقظة. يشكل وقت النوم راحة للجسم بينما يستمر الدماغ في معالجة عمليات ما حدث خلال النهار. وتتمثل هذه العمليات في تثبيت الذكريات والمهارات التي تم تعلمها خلال النهار. وبالتالي فإن النوم هو أحد أسباب مهمة لحماية وتقوية الذاكرة، حيث أظهرت الدراسات أن النوم بعد تعلم معلومات جديدة يساعد الفرد على الاحتفاظ بالمعلومات التي تم تعلمها. أهمية الحصول على قسط كافي من النوم حتى يمر المخ بجميع مراحل النوم المختلفة المسؤولة عن التعلم وحفظ المعلومات الجديدة من خلال معالجة الذاكرة. تاني نصيحة، حدد هدف. في بداية كل يوم حدد أولوياتك وحدد هدفا، واترك اليوم يكتمل بدراسة 100 صفحة مثلا. يساعد تحديد الأهداف على تحقيقها أو إنجاز قدر كبير منها حتى لو كانت كبيرة، حيث يساعدك ذلك على التركيز أكثر أثناء القراءة أو الحفظ، ليمنحك مزيدا من الانتاجية في وقت قصير، على عكس بدء دراستك دون تحقيق اي شيء لتجد نفسك مستسلما للظروف التي تعارضك، مثل اضاعة الوقت في اي الهاء او ملل قد يصل الى حد الاستسلام للنوم ثم التأخير. ثالث نصيحة، تمارين التنفس الاسترخاء. يساعدك الاسترخاء، ومن خلال ممارسة تمارين الاسترخاء تساعدك على الحفاظ على التركيز والنشاط اثناء الدراسة، بما في ذلك تمارين التنفس. كيف تقوم بتمرين التنفس؟ اجلس على كرسي مريح واغلق عينيك، ضع يدك على معدتك وخذ نفسا عميقا، عد الى 4 لحبس انفاسك، ثم عد الى 4 اخرى، ثم اصفر ببطء شديد. كرر التمرين 8 او 10 مرات. هذا التمرين له فوائد متعددة، منها زيادة تدفق الاكسجين الى الجسم وتجديد النشاط وتنشيط الدورة الدموية التي تساعد على تحفيز الناقلات العصبية، مما يحسن التركيز والانتباه، ولكن يجب ممارسته على مدار اليوم في اكثر من جلسة للدراسة قبل النوم وبعد الاستيقاظ لتحقيق افضل فائدة منه. رابع نصيحة، تأكد من فهم ما يقرأ قبل الحفظ. عند بدء الدراسة يجب فهم القراءة بشكل صحيح، يساعد هذا الذاكرة على استحضار المعلومات، وإلا فسيكون من الصعب تذكر المعلومات دون فهمها، ومحاولة ربط المعلومات بأحداث حدثت بالفعل أو مواقف مشابهة، أو تقريب الأسماء لأسماء مشابهة لها من أسماء أخرى. خامس نصيحة، اختر المكان المناسب للدراسة. اختر مكانا هادئا في منزلك مخصصا للدراسة، به إضاءة جيدة وتهوية مناسبة. تخلص من مصادر الإلهاء المباشرة لتحقيق أقصى استفادة من وقت الدراسة. تأكد من أنك لست محاطا بأي عوامل تشتيت قد تزعجك. قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والراديو والكمبيوتر، وخذ هاتفك والقراءة الترفيهية وألعاب الفيديو. ابتعد عن مكان نومك عند المذاكرة وعدم المذاكرة وأنت مستقل على السرير. سادس نصيحة، كتابة المعلومات أثناء الحفظ والمذاكرة. أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الكتابة بالقلم تحافظ على المعلومات في الذاكرة على المدى الطويل، وحيث أن تكرار كتابة الكلمات والمعلومات يساعد في تثبيت المعلومات في الذاكرة وبالتالي تذكرها بشكل أسرع. ومن هذا يتبين أن التدريس بالقلم من أساسيات الحفظ، فمن أراد أن يحفظ شيئا فالكتابة بالقلم شيء يثبت ذلك في عقله. وقد ثبت بالحث على أن يكتب الإنسان شيئا يريد أن يحفظه بالقلم بخط يده قبل النوم
يجعله إذا قام من نومه حفظ ما كتبه. سابع نصيحة، اللجوء إلى التكرار لتثبيت الحفظ. التكرار هو طريق السلف في الإنجاز والإتقان، وما ورد عنهم في التكرار المحفوظ والمرتو ليس شكلا من أشكال الخيال، إنها حقيقة ثابتة من أجل الإتقان. يجب نقل الحفظ من الذاكرة المؤقتة في بداية الدماغ إلى الذاكرة الدائمة في الجزء الخلفي من الدماغ، ولا ينتقل إليها إلا بالتكرار. لا ينتقل الحفظ إلى الذاكرة الوسطى خلال من 20 ل 30 مرة، وللوصول إلى الذاكرة الدائمة يجب أن تكون أكثر من 50 مرة. تامن نصيحة، أخذ استراحة أثناء المذاكرة. يجب على الطالب أن يأخذ فترات راحة أثناء المذاكرة، لأن الدماغ مثل العضلات تحتاج إلى الراحة. لذلك تنظيم وقت الدراسة وتقسيمها إلى فترات زمنية محددة وتحديد وقت للراحة بينهما، لأن المخ يجب أن يرتاح بعد كل 40 دقيقة من التركيز لكي يشعر المخ بالانتعاش، مما يجعل الطالب يستمتع بمواصلة المذاكرة. ويفضل تناول الأطعمة الصحية المغذية لتعزيز عمل الدماغ وتنشيطه، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس المقلية، ويوصى بشرب كمية كافية من الماء لزيادة التركيز. تاسع نصيحة، تخلص من روتين المذاكرة، ويجب الاستمتاع بالمذاكرة، مثل تغيير المكان الذي تدرس فيه أو تغيير موعد المذاكرة المعتاد. غالبا تكون الدراسة مملة للطالب كونه يفعل نفس الروتين بشكل يومي، فالطالب كل يوم يذاكر في مكتبه أو غرفته، لذلك يجب التخلص من الروتين بتغيير المكان وموعد المذاكرة اليومي. هذا يزيد من فعالية جهودك ويحسن استرجاع الذاكرة على المدى الطويل. وأخيرا، قلل من ضغوط المذاكرة من خلال منح نفسك فترات راحة منتظمة ومكافأة نفسك على عملك الشاق. في الفيديو ده قلت لك نصائح مهمة لحفظ المعلومات بسرعة أثناء المذاكرة قبل الامتحانات. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.